بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمع. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله يا جماعة نتكلم عن البلوجينز. طيب ربما يكون سبق أن إحنا أصلنا الكلام قبل كده عن موضوع البلوجينز. البلوجينز بمنتهى البساطة والوضوح ده عبارة عن تول من ضمن التولز، أو عبارة مجموعة من الأدوات اللي بتمثل وحدات برمجية بلوكات بنستخدمها علشان نضيف فيتشرز زيادة عن الموجود في ووردبريس، أو علشان نعطل فيتشر موجودة في قلب ووردبريس. حلو كده؟ ده اللي هو زي ايه الخلاصة يعني من موضوع البلوجينز. يبقى ووردبريس ككونتنت مانجمنت سيستم، كنظام ادارة محتوى، عبارة عن مجموعة من الاكواد البرمجية. في ناس بقى بتحاول مثلا تعدل في قلب حاجة معينة في ووردبريس، محتاجة تغير في شيء معين، تروح عاملة كود برمجي بيرتكز على الشفرة المصدرية بتاعت ووردبريس وتضيف عليه مجموعة الفيتشرز الزيادة اللي هي عايزها. ده الفكرة بمنتهى البساطة. طيب جميل، انا لما بضغط على بلجن في قلب ووردبريس بلاقي ان بيظهر لي ثلاث حاجات: انستولد بلجنز للبلجنز اللي انا عملت لها انستاليشن عندي، ولاد نيو لو انا عايز اضيف جديد، والاديتور لو انا عايز امنتج على الكود تبع البلجن اللي انا عمل لها انستاليشن. طبعا ايه دلوقتي مش هلاقي حاجه في الاديتور لاني اساسا ما عنديش بلجنز. طيب انا اضيف بقى اد نيو علشان اضيف بلجن جديده. طيب حلو، هنعمل كولابس بقى علشان نقف شويه هنا يا جماعه الخير. الشاشه اللي قدام مني ديت عباره عن مكتبه من البلجنز متقسمه لنقطه 2 3 4 اربع تصنيفات، اقصد يعني اربع فلاتر. اولهم بيكون عباره عن الفيتشر. طبعا انا مش ناسي ان فوق حاجه اسمها اد بلجنز ودي هبتدي بيها، بس بمجرد ما ينهي الحديث عن التصنيفات دي. الفيتشر دي يا جماعه ووردبريس بيحاول يعمل لك ايه؟ بيقول لك بص يا سيدي، انا عندي مجموعه من البلجنز، البلجن دي مميزه جدا جدا جدا، تمام؟ ف دولت بيحاولوا يمدوا لك الفانكشناليتي بتاعت ووردبريس، تمام كده؟ دول الشويه اللي هم موجودين في الفيتشر، يعني هتلاقيهم ادي 2 4 6 ست بلجنزات، زي مثلا بادي بريس وثيم تشيك وسوبر كاش وبي بريس وبجيت باك واسكيميت. دولت الفيتشر بلجنز. انت لو يعني كل واحده من دول ليها قصه وليها حكايه، ويعني لو الكورس استهدف انه يتكلم عن بلجنز على وجه التحديد مش هنخلص، لكن ايه، لكن احنا هنحاول نستخدم بلجن معينه في مشروع التخرج، هننشن على كام بلجن كده ونقول ان كل واحده راح تعمل ايه في حلقه مستقله، وازاي نعمل ايه اديتنج عليها، او ازاي نعمل لها مثلا نجي السيتنجز بتاعها ونعمل لها الانستاليشن والكونفجريشن والكلام الفاضي ده. ده الجانب الخاص بالفيتشر. طيب ماشي اوكي، اديها نظره كده وانت ماشي على موضوع ان الاسم البلجن وبعد منها كلمه انستول وبعدين المور ديتيلز والايكون بتاعها والشخص اللي كتبها والفوتنج واخده كام نجمه، ويعني مثلا ديت واخده 4 نجوم ونص فيها 3355 تصويت، وبعدين بيقول لي ادي 200,000 اكتف انستول، وبعدين لاست ابديت كان من 3 شهور وديت انتستد ويز يور فيرجن اوف ووردبريس، يعني الفيرجن اللي احنا شغالين عليه طبعا لاست ابديتد، فهي انتستد مش 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 تم اختبارها، غير حاجات تانية ممكن تلاقيها كومباتبل يعني تم اختبارها وهي تمام شغاله يعني كده، فاهمني؟ دي نظره انت على الكلام ده. طيب نيجي عند بوبيولر، ده نوع من ده تصنيف تاني او نوع تاني، وساعتها ووردبريس بيقول لك دولت البوبيولر تبعي، دولت الحاجات اللي انا ريكومندد لك انك تحاول تلقي نظرة عليها. وفي ريكومندد اكشولي، بص يا سيدي هتلاقي كده ايه 41,624، الله 41,000 بلجن ريكومندد. امال هو في مكتبة ووردبريس كتير ولا ايه؟ ده في كتير جدا 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 جدا، لاني يعني مسألة الاوبن سورس وجود كوميونيتي بيحاول يرد على اسئلتك هيساعدك كتير جدا في انك تديفلوب المسألة دي. فعندنا ديفلوبرز فريلانسرز كتير جدا بيشتغلوا على موضوع البلجنز في ووردبريس، كما ان في بلجنز كتير في ووردبريس بتبقى ايه بريميوم، وانت تدفع كنت تدفع بقى مقابل مادي للشخص اللي بيعملها ديفلوبنج، وده شق من ضمن الجانب الكوم ميرس او ايه الجانب اللي بيمثل نوع من انواع التجاره او الفريلانسنج في قلب ووردبريس. طيب اوكي، هو المقياس بتاعي بيكون يا جماعه بصوا كده بتلاقي 1 مليون اكتف انستولز، ده على اساسه اللي تم ان انا اخليها بوبيولر،
يعني انا وعلى اساس التصويت انا عندي 1333 شخص ادها 4 نجوم، في 756 شخص ادها 5 نجوم الاداء ديت، كما ان في 1 مليون اكتف انستول. تخيل من بين الناس اللي بتستخدم وورد بريس ككونتنت مانجمنت سيستم في 1 مليون موقع استخدموا الاداه اللي اسمها كونتاكت فورم دي. فده بيخليك انك تصنفها تبع الادوات البوبيولار المستهلكه المركم اللي عليها اقبال يعني. تمام، وانت ونازل انت كل ما تنزل طبعا هتلاقي مجموعه من الادوات، وها الصفحه اللي جايه الصفحه اللي جايه الصفحه اللي جايه، ادوات مختلفه، ادوات خاصه بالسيو، ادوات خاصه بالبوست، ادوات خاصه بالبيجز، ادوات خاصه بالسوشيال ميديا، ادوات خاصه بالكونتنت اديتنج، ادوات خاصه بالبيج بيلدينج، كتير يا جماعه، كتير جدا 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 تصنيفات مختلفه لموضوع البلجنز. وموضوع البلجنز ده موضوع قمه في الجمال في جلب ووردبريس. الجانب التالت كان خاص بريكومندد. طيب وريكومندد دايت ووردبريس بيقول لك وي سجست، انا برشح لك برجح لك انك تبني تستخدم الادوات دي، طبعا على حسب اللي انت عايزه. مثلا وو كوميرس لو انت كنت ناوي تدخل على سوق، ديفندر دايت لو انت كنت ناوي تشتغل على مساله الدفاع، كالندر اول ان وان سيو لو انت كنت شغال سيو، وغيرها من الامور المختلفه اللي ان شاء الله باذن الله راح نأصل الحديث عنها. طيب وفيفوريت ده لو انت كنت شغال على ايه، على موضوع الفيفوريت. الجانب اللي على اليمين كان خاص بايه، السيرش. لو انت عايز، انت الموضوع بيجي صعب دلوقتي يعني، ايه الموضوع بيجي واسع وكبير، لو انت عايز تسيرش على بلاجن معينه بيقول لك بص يا سيدي، بالكيورد لو انت كنت عارف اسمها عنوانها، او بالاوثر لو انت عارف الديفلوبر اللي عملها، او بالتاج لو انت كنت عارف مثلا هي تبع انه شق، تبع الكومنتات، تبع السوشيال ميديا، تبع الواو كوميرس، تبع سيو، تبع ايه بالظبط يعني، ممكن تبتدي تسيرش عليها وكده. تمام، انا راح نوقف الحديث عن كده في الحلقه دي، وان شاء الله باذن في الحلقه اللي جايه راح نبدا بشكل مباشر في ان احنا ايه نابلود بلجن بعد ما ننزلها من مكتبه ووردبريس توتوش. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.